ده اخرك يا امينه الكعب. لا طالون ومانيكير وميك اب وكوافير وده مش انت مجهوده. لا لا في العادي لا يعني انا داون تو ايرث زي ما بيقولوا يعني. لا بس جينز وتيشيرت وارفع شعرك كمبوسه ومشي حالك يعني. الحياه بالنسبه لك ما فيهاش تكلف يعني ما وترتيبات الموضوع سبونتينيس. بهتم بالموضه وبهتم باللبس طبعا وكل الحاجات دي لكن مش مسيطره على حياتي يعني. يعني احنا اي دور انا بلعبه انا بناخد دور الشخصيه وبنلبس لبس الشخصيه فبنقعد مثلا 6 شهور في السنه واحنا بنعمل مسلسل رمضان انا نازلي فاول لما اخلص لاني شلت الميك اب على طول ويلا بقى نرجع امينه تاني يعني ما كنتيش فرحانه تقول الله الدور ده انا هبقى برنسيس يعني ما كانش عندك احلام البنات دي كلها؟ لا اكيد يعني اكيد اللبس اللي احنا لبسناه والعالم اللي احنا دخلناه جوه احنا في الجراند اوتيل احنا فعلا كنا وانس ان انت حطيتي رجلك جوه البلاتو انت في الخمسينات 100% انت نسيتي العالم اللي بره ده تماما فيعني اكيد كلنا نفسنا نعيش في العالم ده يعني هو ده الجميل.